وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير، ونسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا المجلس وهذه المجالس في سلسلة مناسك مجالس خير وذكر وبر، وأن يبلغنا وإياكم حج بيته الحرام. مشاهدي الكرام، ضيف هذه السلسلة سلسلة مناسك هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، عضو التوعية الإسلامية في الحج. أما هذه السلسلة فتأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. نرجو بإذن الله تعالى أن تنال رضاكم، وأن يكون في مجملها بإذن الله فائدة لكل من أراد الحج وفي هذا العام أو في غيره بإذن الله تعالى من الأعوام. نرحب بكم دكتور عمر في بداية هذا اللقاء. حياكم الله، حيا الله مشاهدي ومشاهدات. الحديث اليوم عن يوم عظيم الحقيقة للحاج وغير الحاج، وإذا أذنت لي قبل أن نتحدث أنا وأنت فيه، نذهب لما أعده الزملاء فريق العمل من تقرير استطلاعي سألوا فيه الإخوة عن ما هو يوم عرفة. مناسك. أسامي ذي الحجة، يوم 9 ذو الحجة، ويوم ما يوقف الحجاج في صعيد عرفات، ويوم 9 من ذي الحجة. يوم عرفة يوم 9 من ذي الحجة، 9 من ذو الحجة، ويوم الحمد لله يعني تصوم وتستغفر فيه كف الذنوب السنة اللي فاتت والسنة اللي بعدها. هو يوم من 9 ذي الحجة يقف فيه الحجاج ويستجيب الله له دعاءهم، فيقول أشهد يا ملائكتي لقد غفرت لعبادي، ويجوز الصيام لغير الحاج ويغفر له ذنبه ما تقدم وما تأخر. يوم العرفة هو يعني من أيام الحج، وهو اليوم الأعظم، وهو اليوم 9 من شهر ذي الحجة، يتوافد فيه المسلمون على صعيد عرفة ويباهي الله سبحانه وتعالى بهم ملائكته في ذلك اليوم العظيم. نسأل الله عز وجل نكون موفقين في الوقوف في ذلك اليوم. هو اليوم 9 من ذي الحجة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول الحج عرفة. يوم صيام غير الحجاج، قال الرسول عليه الصلاة والسلام من صام عرفة غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هو اليوم الذي يوقف فيه الحجاج في جبل عرفة. مناسك. مرحبا بكم مشاهدي الكرام. الحديث فضيلة الشيخ عن يوم عرفة، انتهينا من يوم التروية وذهب الحجاج ملبين إلى الوقوف في عرفة. ماذا يفعل الحاج عندما تطأ قدماه عرفات؟ الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. ولما بعد، يوم عرفة يشرع هذا اليوم العظيم، يشرع فيه أو يشرع أن يذهب الحاج فيه إلى هذا المشعر العظيم بعد طلوع الشمس. والنبي عليه الصلاة والسلام لما انطلق إلى عرفة نصبت له خيمة بنمرة، وهو هذا معروف، وهو ليس من عرفة لكنه بقي فيها إلى قبيل زوال الشمس، نصبت له القبة والخيمة هناك فبقي فيها إلى قبيل زوال الشمس. فلما زالت الشمس تقدم ودخل إلى مشعر عرفة، ثم خطب الخطبة العظيمة التي لعلنا إن بقي وقت نشير إلى شيء من معانيها العظام التي تضمنتها. المهم أنه تقدم عليه الصلاة والسلام إلى المشعر منذ أول النهار، لكنه لم يدخل في عرفة إلا عند زوال الشمس، وأما من قبل ذلك من الحجاج فقد سبقوه. وهذا الموضع بالمناسبة من المواضع التي خالف فيها النبي عليه الصلاة والسلام أهل الجاهلية، وإن شئت فقل قومه من قريش، فإن قريشا من الأشياء التي ورثتها من الإرث الجاهلي الذي ليس من شريعة إبراهيم أنها لم تكن تخرج من الحرم، فإن حدود الحرم تنتهي عند مزدلفة، وعرفة من الحل. ولهذا لما رأى بعض الحجاج النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ما شأن هذا إنه من الحمص، لماذا جاء إلى عرفة؟ لكنه عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يعيد الحج على الملة الإبراهيمية، بالإضافة إلى ما أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه من جملة المشاعر والمناسك. فدخل عليه الصلاة والسلام وبقي صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم،
ثم خطب الخطبة العظيمة بعد أن صلى بالناس، ثم تفرغ بعد ذلك للدعاء عليه الصلاة والسلام إلى غروب الشمس. فلما غربت الشمس نفر ونفر معه من معه من الحجاج. هذا فيما يتعلق بيوم عرفة من حيث الجملة. أما إذا أردنا أن ندخل في بعض التفاصيل، فإن الإنسان يشرع له إن قدر أن يصلي مع الإمام، أن يصلي مع الإمام والمسجد المسجد نحن قلنا في حلقة سابقة مسجد نمرة، هو مسجد الخيف. صحيح. هذا هو مسجد نمرة، وجزء منه تابع لعرفة وجزء منه خارج الحد، وهذا معروف لمن دخل المسجد. إن استطاع صلى مع الإمام، ما استطاع فإنه يبقى في مكانه. واليوم الآن مع اتساع أو مع سهولة سماع الخطبة، إن تيسر أن يسمع الخطبة فحسن، إن لم يتيسر له أن يسمع الخطبة فينبغي له أن ينتظر حتى يتأكد أن الإمام الذي وكله ولي الأمر لإمامة الناس في الموسم ينتظر، حتى لا يصلي حتى ينتهي الإمام، ينبغي له ذلك، وإلا لو تقدم فلا بأس بذلك. المقصود أن الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبة عظيمة، قعد فيها قواعد التوحيد وألغى كل ما بقي من رسوم الجاهلية، حتى قال عليه الصلاة والسلام في خطبته العظيمة: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا عمنا العباس، بدأ قولا وفعلا عليه الصلاة والسلام. ومن أمر الجاهلية الذي كانت تتفاخر به أو تفعله قضية التفريق والفخر في الأنساب والطعم في الأنساب إلى آخره. فلما أراد عليه الصلاة والسلام أن ينفر من عرفة إلى مزدلفة، أردف خلفه من أسامة بن زيد، ذلك العبد الذي لم يكن له شيء يذكر في الجاهلية. فالمقصود أن هذه المعاني العظيمة قرره النبي صلى الله عليه وسلم، وقرر إن دماءكم وأموالكم أعراضكم عليكم حرام، حرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، وكرر هذه المعاني عليه الصلاة والسلام في أكثر من موضع في الحج، وحتى في خطبة النحر التي خطبها عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم يقرر في هذه المعاني الكبار العظام، لأنه لا يتهيأ اجتماع للمسلمين في ذلك اليوم كما يتهيأ لهم في تلك البقعة. ولهذا هو أكبر تجمع على وجه الأرض فيما نعلم في تلك الحقبة، هو الاجتماع الذي حصل في يوم عرفة والاجتماع الذي حصل يوم النحر. عموم الحجاج يشرع لهم بعد أداء الصلاة جمعا وقصرا أن يتفرغوا للدعاء كما فعل عليه الصلاة والسلام. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في عرفة كالمستطعم، كالمسكين الذي يستطعم، وهو يستطعم ربه عز وجل ويسأله من فضله، يدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. وقد بقي عليه الصلاة والسلام على ناقته يدعو قرب جبل الصخرات، وهو الذي يسمى اليوم جبل الرحمة، هو يسمى جبل الرحمة. وها هنا نقطة، وهي أن بعض الحجيج يتعمد قصد هذا المكان ظنا منه أن هذا مشروع، والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم وسع في الرخصة من قديم وقال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، فكأنه يقول للناس لا أحد يتقصد هذا المكان. وما نجده من انشغال بعض الناس بالصعود إلى الجبل وذهاب أكثر الوقت في الصعود عليه والتصوير ونحو ذلك من الأشياء التي تستهلك وقتا على حساب المقصد من تقديم الصلاة وجمعها وهو التفرغ العبادة، نعلم أن هؤلاء حقيقة فاتهم خير كثير، وهذا لا ينبغي. أنا أوصي إخوة الحجاج أن يعتنوا بالمقصد الأعظم الكبير الذي لوحظ في هذه الشعيرة العظيمة وهذا المشعر العظيم، وهو مشعر عرفة، مشعر كما أشار الإخوة الكرام في بعض كلماتهم، مشعر عظيم يباهي الله عز وجل به ملائكته، ويقول كما في صحيح مسلم حديث عائشة: ما أراد هؤلاء، ومعلوم أنهم لم يأتوا من أصقاع الدنيا إلا يريدون رحمة الله جميل. عز وجل ومغفرته. هذا اللي سنتحدث بعد قليل بتفصيل أكثر بإذن الله عن مسألة أعمال الحج، وسنأخذ فيه أيضا تقرير أو استطلاع مع الأخوة في الأماكن العامة بإذن الله. لكن مسألة استثمار الوقت في عرفة أريد أن نربطه إذا أذنتم دكتور عمر بمسألة إحسان الظن بالله جل وعلا لمن قدموا إلى هذا المكان موحدين عابدين راغبين في الأجر، بل راغبين في الجنة ويكفي. ما الذي يتوجب على الحاج في هذا؟ الواقع أن الإنسان يعني في هذا الموضع ينبغي له أن يرجح حسن الظن بالله عز وجل، يعني ولله المثل الأعلى، لو قدم الإنسان على كريم من كرماء الدنيا لأيقن أنه خارج منه بتحفة ونفحة من نفحاته، فما الظن إذا كان القدوم على كريم وهو الله عز وجل، بل أكرم الأكرمين. ولهذا
يعني جاء رجل إلى عبد الله المبارك رحمه الله تعالى في هذا الموسم وقال: من أسوأ الناس في هذا الموقف؟ قال: من ظن أن الله لا يغفر لهؤلاء. بهذه المشاعر العظيمة ينبغي أن يعيش الإنسان مهما عظمت ذنوبه، فإن الشيطان كما جاء في الأثر ما رؤية أصغر ولا أحقر منه في هذا اليوم لما يرى من تنزل رحمات الله عز وجل. والشيطان كما بلغني من بعض الشباب الذين سمعت بعض أخبارهم يأتيهم ويقنطهم من بعض الذنوب التي عملوها، ذنوب كبار قد تتعلق بينهم فيما بينه وبين الله وتتعلق بما بينه وبين الناس، ونقول له: والله لو أتيت بقراب الأرض خطايا، ملء الأرض خطايا، ثم أتيت هنا صادقا تائبا راغبا فيما عند الله عز وجل لغفرها الله عز وجل لك، لأن المغفرة من أيسر ما تكون على الله سبحانه وتعالى لمن سأل الله سبحانه وتعالى بصدق. نعم، وهذا يحتم على الإنسان أن يحسن الظن بربه وأن يبتعد عن تقنيط الشيطان الذي قد يأتي ويقول: لا، أنت ذنوبك عظام، أنت ذنوبك كبار، أنت فعلت وفعلت وفعلت. الله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر إيش الذنوب جميعا، ما استثنى شيئا سبحانه وتعالى. وفي سورة الفرقان يقول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لاحظ، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك الشرك والقتل والزنا يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك إيش يبدل الله سيئاتهم حسنات. فهذا موضع يحسن فيه الظن بالله عز وجل. وأرجو من الإخوة الذين يتصدون لوعظ الناس أن يعني يركزوا على هذا الجانب وأن يبتعدوا عن أسلوب التقنيط الذي أعرف أن الدافع له خير لكن ليس هذا، أو أسلوب التقنيط ممقوت في كل مكان، لكن أحيانا أسلوب الوعظ أحيانا قد يخرج بقالب يضخم الذنوب ويقلل شأن الرحمة. والله عز وجل يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. إذا لم تطلب الرحمة في مثل هذا الموضع فبالله متى؟ إذا لم تطلب المغفرة في مثل هذا المقام فمتى؟ أحسنت، جزاكم الله خير. تأذن لي نذهب إلى استطلاع للإخوة في بعض الأماكن العامة يحدثون عن ما يعرفونه عن أعمال يوم عرفة. مناسك يوم عرفة هو يوم صعيد الحجيج إلى عرفات الله، ومن مناسك يوم عرفة صلاة الظهر والعصر جمع وقصر في وقت العصر، وبعد كده بيتم نفرة الحجيج من عرفة بعد غروب الشمس. من يوقف الوقوف من صلاة الفجر لين عند الزوال، عند الزوال يصلون فيه الظهر والعصر، ومن بعد صلاة العصر يمشون على مزدلفة إن شاء الله. في هذا اليوم وقوف الناس في مشهد عرفات العظيم، كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل عرفات، وهناك أدعية مأسورة كثيرة. الصلاة في مسجد النبوي من طلوع الشمس إلى غروبها، الوقوف في عرفة وجمع صلاة الظهر والعصر والدعاء في يوم عرفة ثم الذهاب إلى مزدلفة بعد الغروب. صلاة الظهر والعصر تجمع جمعا وقصرا، ويبدأ يوم عرفة من طلوع الشمس حتى غروبها، ثم يذهب الحجيج إلى مزدلفة. مناسك مرحبا بكم مرة أخرى. ذكروا الإخوة مشكورين مجموعة من الأعمال، لعلنا في ما تبقى من الوقت وهو قرابة 3 دقائق أن نحاول أن نذكر أفضل الأعمال التي ينبغي أن يحرص عليها الحاج في عمره. أفضل الأعمال كما أشرنا آنفا هو الدعاء، وقد جاء في الحديث: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وهز جنده وهزم الأحزاب. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الحديث وإن كان كما يقولون عبد البر مرسل لكنه في مثل هذا الباب لا بأس به. فإذا لاحظ هذا المعنى: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، وهو دعاء يوم عرفة، جاء في هذا الحديث أنه ثناء. وهذا يقودنا إلى نقطة مهمة، وهو أن الإنسان يستشعر في هذه المقامات الأدعية التي فيها ثناء على الله عز وجل. قد يقول قائل: وهل الثناء دعاء؟ فنقول: نعم. ألم تسمع قول العبد الصالح: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ ومع ذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوة أخي ذي النون ما قال بها أحد في كرب إلا فرج الله عنه، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وفي سورة يونس نقرأ قول الله تبارك وتعالى:
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بل هذا أعظم أنواع الدعاء، أن تثني على الله فكأنك تقول يا رب هذه مكارمك، وهذه يا ربي صفاتك العظيمة، فأكرمني بما أنت أهله. وقد قيل في حق عبد الله بن جدعان: وهي أولى أن تكون في حق الله، أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه إيش الثناء. كأنه يقول بمجرد ما يمدحك أحد تعطيه وتحبوه وتكرمه. فمضن بعلام الغيوب الذي يعرف ما في قلبك، فأنت حينما تثني على الله بسعة رزقه فكأنك تقول يا رب ارزقني، إذا كنت تثني على الله بسعة رحمته فكأنك تقول يا رب ارحمني، إذا كنت تثني على الله بسعة مغفرته فكأنك تقول يا رب اغفر لي. وهكذا ينبغي للإنسان أن يكثر من الثناء على الله عز وجل. ومن أعظم ما يثنى به عليه سبحانه وتعالى مثل هذه الأدعية، كذلك تكرار الأسماء الحسنى التي وردت في أواخر سورة الحشر مثلا. سيد الاستغفار إذا تأملته أكثره ثناء: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. كل هذا إيش؟ ثناء واعتراف بحال العبد. فقال فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهكذا ينبغي الإنسان أن يملأ وقته بالدعاء. فتر، ضعف، أصابه نعاس يسير، لا بأس أن يستريح. المهم الذي أحاذر منه نفسي وإخواني أن ينفلت اللسان بغيبة، ينفلت النظر إلى حرام. فإن الإنسان قد يبتلى بأشياء من هذا القبيل، يعني تحتاج منه إلى تقوى ومجاهدة. الحذر من أن يتكلم في أحد، قد يمر أمامه أحد ذعاها أعرج أعمى ذو خلقة دميمة أو ذلك، فليحاذر من الكلام في الناس، فإن هذا محرم في غير الحج، فكيف به في مثل هذا الموضع العظيم. فمن أراد كرامة الله ومن أراد رحمته فليبتعد عما يغضبه، ومما يغضبه أن يقع الإنسان في مثل هذه المحرمات، فضلا عن الرغبة في الجائزة الثمينة العظيمة التي وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كما ولدته أمه. ثم يستمر في هذا الدعاء إلى أن تغرب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا غربت الشمس فيشرع له أن ينطلق إلى مزدلفة. لكن يحاذر من نقطة أخرى وهي أذية الناس بالزحام وشيء من هذا القبيل. قد يقول الناس يؤذوني، الناس يزاحمونني، فأنا أقول إذا أصابك الأذى فادفعه ما استطعت، لكن لا تبتدئ. قد تبتلى بأحد يتلفظ عليك بلفظة غير مناسبة. جميل. اسكت. لنسكت جميعا إن أذنت، لأن الوقت يعني انتهى تماما في هذه الثانية. أشكر مشاهدي الكرام الذين تابعوا هذه الحلقة، وأشكر ضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، عضو التوعية الإسلامية في الحج. نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة أخرى من حلقات مناسك. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.